السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. معكم سارة الودانية، غندير معكم الرز بالدجاج. عندي الدجاج هنايا، قطعه طريفات صغار، غنصعب الحامض والماء والملح، غنديرو في العطريه، غنديرو ياغوت مسوس. هذا تشيك المصالة وكلة هندية. عشق صغير ديال شكنجبير عود، وعشق صغير ديال خرقوم بلدي، وجوج ونص ديال هاد المغرفات كبار ديال ياغوت مسوس. راه طقت عليا البدايه. والدجاج عندي كما قلت لكم ها هو صغير، قطعه طريفات صغار، غسلته بالماء والملح وهذا والحامض. وعندي التحميره او بابريكا ومشوية تقريبا معلقة صغيرة. والعنصر الأساسي هو تشيك المصالة، العطرية ديال تشيك المصالة هي هذه. معلقة تكون عامرة صغيرة. واللي ما موفرش عنده هاد العطريه تقدروا ديروا هذه في بلاصتها. كاينين هاد البنديان، هاد الوريضه، كمون، قزبر، البزار حبوب، قرفه، ورقه الغره، ورقه سيد موسى، هذا القرنفل. هاد المكونات ديرهم في بلاصه هاد العطريه. انا كانت ما موفراش عندكم، وهي راه موفرة في كل شيء، في اي دولة موفرة فيها كاع، في مكان المحلات الكبار تتكون هذه. راه اكلة هندية. ها هو عندي هنايا شكنجبير عود، كنت دايره في كونجيلاتور، والثومة، عندي جوج حبات تاع الثومة غنحكهم. هو تيكون شوية ارطب ملي تيكون في كونجيلاتور، تيرطب شي شوية ما تبقاش شاد. نديرو شي شوية حيت هو شوية قوي. والثومة، انا ولدي هذا تيحماقوا عليه، ومي ما تعجبهاش الرز ما تتاكلوش. وفاش مشيت في العطله في الصيف المغرب طيبته ليهم وعجبها، كلات فيه مزيان، قالت لي لذيذ غير جربوا. اللي ما تعجبوش الرز يجرب هذه الوصفه راه تعجبو. دابا هذا الصباح راه وجدتو، ما نطيبو حتى العشيه باش ما خليتوه تشرب العطريه ديالو، راه تيجي لذيذ اكثر. كاينش نديرو في الثلاجه نصايبو بالليل الا بنطيبو بالنهار.
ولا بنطيبو بالليل تنصيبو بالصباح وديرو في التلاجة وخليوه. هاو عندي هنايا الرز، الرز ابيض ما غسلته مزيان تتحيد منو داك النشا. هاو هاد الرز ابيض عادي حطوه بلا ما نرقدو ولا تيش حاجه، غير يطبخ مزيان وصافي. غندير قرنفل معاه، قرنفل وشويه ديال الملحه، شويه ديال الزيت، ندير واحد القطيره شويه ديال الزيت، زيت عاديه صافي. غنغطي عليه ونخليه حتى يتسلق. ها هي المقله اللي قليت فيها الدجاج، غنزيد فيها دابا البصله. عندي جوج بصلات كبار مقطعين رقاق، وعندي الثومه وشكنجبير طحناهم، شكنجبير عود، كنجبير خضر. هادي النتنه ديال الدجاج بالتغميره كتجي لذيذه، راه واحد الريحه ما نبغيش تكون دابا كيفاش الكوزينه ديال ريحه الدجاج غير الطلان. غنقص عليها وغطيت خليتها حتى طابت مزيان. دابا غنزيد مطيشة، انا عندي مطيشة باكية، المهم باكية ديال 500 غرام، المهم نتوما غتمشو على حساب افراد العائلة. انا حتى ندير شويه كميه شويه كثيره مع تيبغيو الدراري، واحد يمشي على حساب افراد عائلته. دابا المطيشه غنزيد، دابا غنزيد واحد شويه الشكنجبير، معلقه مع مرش، معلقه مع مرش ديال الخرقوم بلدي، وغنزيد معلقه كبيره عامره ديال ديك العطريه ديال تشيك المصاله. وغنزيد واحد شويه ديال الملح، شويه تحميره هكا، وغنزيد واحد شويه ديال الهريسه، يعني شويه مهم، اللي تياكل الحار ما تياكل الحار ما يديروش
حيت هذيك العطريه ديال شي المصاله راه شويه يعني شويه حاره، يعني تنبغى شويه حراره. دابا غنغطي عليه ونخليه يطيب ونرجع معاكم. هاي مطيشة تانية على الماء طابت، دابا غنزيد الكريمة، الكريمة ديال الطبخ عندي الحك هنايا غنزيدو. هادي كاملة الدسم، اللي ما بغاش كمية الدسم راه كاينة اللي تتكون خفيفة تكون شوية جارية. هاي بعد ما خلطت هاديك الكريمة مع مطيشة، دابا غنزيدو هداك الدجاج. هاهو الدجاج فاش طاب كيفاش داير راه تيجي مقارم وزوين. دابا غنزيدو هنايا هاهو صافي راه وجد 5 دقايق ولا 6 دقايق كاع تقريبا. هنا ندخل ديك لاصوص مع الدجاج. هاد لاصوص غتقدر تاكلو حتى بالخبز. انا ملي تيتسالا ليا الرز وبقات لاصوص ياكلوها ولادي بالخبز، عرفتي راه لذيذة. ما نقولش لكم الناس اللي ما تيبغوش الرز يديروا هاد الطريقة وياكلوها بالخبز. هاهو الرز ديالنا بعد ما وجد، هاهو الرز تا هو راه زوين. هذا الرز بسمتي، شوية لاصوص بحال هكا ما نقولش لكم ايه، جربوه راه لذيذ 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 بزاف بزاف. يعجبكم الفيديو فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساو ليا لي لايك والكومونتير والبارطاج. فضل الله يسر امران، والتلفزيون القادم إن شاء الله.